laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyununda. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi? Laftan anlamaz. حالة تسمم بالدخان، طالعناها من الحريق، تقريبا غايبة عن الوعي، وعطيناها أكسجين. ننقلك على السرير هلا. فيني اقوم لحالي؟ لو سمحت استنى برا. لا انا بدي ضل هون. ممنوع اذا سمحت تطلع. مستحيل اتركها. لا تتعبي حالك. خلاص قلت لك انا لحالي بقوم. ماشي. على وين؟ حياة حياة. شوي شوي. طمني شو وضعك؟ استنى شوي لو سمحت. طيب ماشي. شو وضع الضغط؟ 4/16 دكتور. منخفض كتير. افتحوا لي وريد فورا. هلا هي بتشتكي من شي مرض؟ طريقة راسها بشي مكان وقت الحريق؟ الحقيقة شفتها واقعة على الأرض، بس ما بعرف إذا انطرق راسها. رح نعملها صورة فوراً. طالعوا البيك لبرا. لو سمحت تطلع استنى برا. أنا بقيان هون معها. إذا بتريد طلع لبرا، لأنه عندي شغل كتير. شوف شغلك، أنا ما بأثر عليك. هالشي ما بيصير لو سمحت. لك حل عني بقى شبك. ماشي. مو معقول؟ يا بيك، اهدى شوي، أنا فهمان وضعك. بس المدام حالياً وضعها خطر ونحن عم نشتغل. لو سمحت خليك هادئ، وضعها ما بيتحمل أبداً. طيب ماشي. فضحتي حالك قدام كل الناس. أنا بعزلتي قعدت مع حالي وفكرت كتير منيح ولقيت معك حق. فعلاً بعد هالعمر مو حلوة نتزوج. يعني علاقتنا بتضل هيك أحسن. لك حتى ما رضي فيكي. لك كيف تركك لحالك؟ خير يا أستاذ، فيك شي؟ إيدك مجروحة، مانك حاسس؟ طمني عنا. أنا بحب طمنك إنه بالصورة ما طلع عنا شي، بس رح نتركها للصبح تحت المراقبة. طيب أنا شو فيني أعمل هلا؟ خليني أشوف إيدك قبل. ماشي.
شو عجلي يا نوران خانم، انا ما عرفت اتصرف ابدا. امير بيك اجى شربان وطلع على المكتب دغري، قال لي خمس دقائق وصار له ساعه وما طلع منه، ومراد بيك ما عم يرد علي. ايه الحمد لله انه ما رد بنوب. ما قال لك عمار شو بده؟ خلص رايح لعنده. نزل اجريك عمار، انت شو عم تعمل بالمكتب هون؟ مين سمح لك انه تفوت؟ كانه مستغني عن حياتك. هلو، عم احكي معك، رد علي، عم قلك طلع لبرا. شو انت ما عم تسمعني عمار؟ جيت اوت. خايف على مكتب مراد؟ كتير بيهمك الموضوع؟ على فكرة انت شخص ما فيك عقل، مريض نفسي عن جد. انت لازمك مشفى اكيد. حمل حالك بسرعة وطلع من هون. بالله؟ وين بدي روح؟ اتخبى بشي محل يعني؟ عمار يا ريت تقوم وتروح قبل ما يجي مراد ويشوف هذا المنظر. طلع لبرات الشركة، ما بدي مراد يشوفك أبداً. اهدي شوي، انت مالك علاقة. مراد بس يجي على الشركة رح يواجهني إليه. ليش بده يواجهك؟ بعثت له مسج. شو كتبت فيها؟ اعترفت بعشقي لحياة. وات؟ لك انت شو عملت؟ مجنون، شلون بتعمل هيك شي؟ ما بتخاف؟ هو اللي بده يخاف مني. الله يلعنك شو واطي. انت عن جد بلا اخلاق، ويا ريتني ما تعرفت عليك. بحياتي ما شفت اوطى منك. نوران، بدي اياك تديري بالك على كلامك منيح، لاني ما رح اسكت ابدا ورح تندمي كتير. عن قريب كلكم رح تعرفوا مين بيكون عمار ازات. وانت لهلا ما بتعرف انا مين بكون؟ اذا ما بتطلع هلا بدي اقتلك بارضك وما برحمك. اهدي اهدي بيبي شبنا، خلص رح روح. بس انا رح ارجع اكيد. حياة يا عمري قومي، أنا أجيت ولكني جنبك حبيبتي. بعرف إنك زعلانة مني كتير لأني تركتك ودرت ظهري ومشيت. بس أنا ما عاد أتركك مرة تانية، صدقيني ما عاد أتركك. ما بتتخيلي قديش خفت عليك. الحياة مو حلوة بدونك. ما بدي يمرق علينا ولا لحظة بدون ما نكون موجودين مع بعض.
ما تاكلي هم، ايه؟ يسلم. طيب بدك شي؟ انا رايح، باي. يا الله شو هالبراءة هاي؟ شو هرموش الحلوين هدول؟ سحروني من أول نظرة. معقول أنا كنت رح أجن وأخسرك؟ تعرفي إني عم بسمع شو عم تقولي. كيف؟ قول والله. والله اثبت لي. طيب قلتي بدك تاكلي. ايه والله، انت شو عرفك؟ شكلك جوعان. ايه يعني ليلي موجوعة انت؟ مو كتير يعني، ما بعرف بس حاسة بتعب شوي. ليكون ضايق نفسك. لا يا روحي بنوب، هو تعب مو اكتر من هيك. انت بتعرفي شو سويتي فيني؟ لو متت كنت رح تزعل مو هيك؟ اصحك تاني مرة تفتحي هالموضوع. ما صدقت امتى اطمنت عليك. انا بلاكي مستحيل اقدر كفي حياتي، ويا ويلك اسمعك عم تعيديها. يلا روح جيب لي اكل. طيب طيب حجيب لك اكل وارجع بسرعة. خلي لي مكاني دافي. ايه يلا راجع لك. أهلين نوران. هلو بيبي، اسمعي لقلك، مراد حواليك شي؟ لا والله، ليش شوفي؟ ايه طيب ممتاز، بصراحة في عنا مصيبة. أكبر من مصيبتي يعني؟ ايه عرفت شو صار معكم مشان المسج تبع عمار؟ لا مو بس هيك، كنت رح موت مبارح. كيف؟ شو هذا الحكي حياة؟ أنا ومراد كنا عم نتخانق، بعدين صار في حريق. قصة طويلة كتير. أنت شو وضعك هلأ، منيحة؟ والله اللي صار معي مو سهل ابنه. ويمكن لو ما صار هالشي كنا هلأ عند المحامي عم نطلع. ما كنا استمرينا، يعني يمكن هذا الحريق كان سبب لحتى مراد يرجع لي وما يفكر يتركني أبداً. أنا أوكي هلأ مستحيل أحكي، لأنه يلي فيكن مكفيكن ومو ناقصكن بنهب. تعرفي مراد شو كان رح يساوي؟ كان ناوي يقتلو لهداك التافه. يمكن هالشي متوقع. طيب يا ترى مراد هديت أعصابه شوي؟ والله أنا رح أحاول إنه هديه شوي، يعني بركي بيسمع مني. رح أستغل وضعي المرضي. إيه طيب، انتي ما تتركيه وخليكي معه هلا احسن. اوكي انتي شو كنتي بدك تقولي نوران؟ بتمنى ما يكون في شيء خطير، ما رح اتحمل لانه نو واسلك. انتي شو عم تقولي؟ كان بدي اقول لمراد، بس بدي اقول له انه تعال على الشركه وخلينا نحكي، بس هلا بفضل يبعد نهائيا حتى تزبط كل الامور. وانا رح حل موضوع الشغل مشان مراد يرتاح. ماشي بعدين بحل موضوع عمار بطريقتي. شو قصدك؟ في شي صاير بغيابي؟ مو صاير شي يعني. نوران؟ نوران وين رحتي؟ نوران خانم كرم تعال عندي شوي، تعال بسرعة، تعال عود. كيف صرتي؟ مو أحسن من قبل؟ أنا تعبانة كتير، مالي حاسة أني منيحة أبداً لأني ما عم بقدر أتنفس بالمرة. ولا الدكتور يجي؟ لا بس خليك جنبي. أنا حكيت مع الدكتور وقال لي فيني خرجك. بالأول مناكل وبعدين منطلع. شو بيفهمه هو؟ أنا مخنوقة، مخنوقة كتير، مو قادراني أتنفس منيح. خليني كم يوم بالمستشفى، شو بتخسر؟ أنت كمان خليك معي. ما في داعي تضلي أصلا. بس أنا تعبانة كتير. لك أنت مالك حاسس فيني بالمرة مرهد؟ أنا عم ضل دايخة ورأسي عم يفتل. لأنه هذا شريط فاصل والأكسجين ما عم يوصل لك. عم قول ليش مالي على بعض بنوب؟ ما
اصلا بدي اخلي منه رح اشيله شوي. مراد ما في داعي نقول لامي وجدي ما هيك؟ بتعرف انا وصلت للموت وما كانت حاسه سهله. حياتي اتفقنا انه ما نجيب سيره الموت ابدا. بس هي الحقيقه مو؟ ما فيكي تموتي، انا ما بسمح لك. ما فيني اعيش بلاكي ابدا. يلا قومي هلا ناكل. كلي لنمشي يلا. والله البنت محظوظة كتير. مين هاي؟ لك حياة، يعني بتحسي في أكشن بحياتها كل الوقت، حياتها ما فيها ملل أبداً. وأي غلط بحياتها فوراً مراد بيروح لحتى يصلحه. مثل كرم بفرد شكل. هيك حظك، كل واحد له طبيعة، كرم شي ومراد شي تاني. يا بنات، انتو شو عم تعملوا عم تشوفوا رفقاتكم الشباب على البلكون مو هيك؟ نحنا؟ وعلى البلكون؟ شو هالحكي خالي، مستحيل نساوي هيك. لا تكذبوا علي، من وين جاي دعسات الطين والوحل لكان؟ يمكن الجيران. والجيران شلون بدهم يجوا على بلكوننا؟ انت عم تهبلي يا ما؟ لا تخليني اقتلك بهي المقشي على راسك. خالي امينه، اذا شفتي طين ووحل على البلكون مو معناته انه نحن جبنا رفقاتنا. ايه بعدين كرم وانور ما بيجوا كرمالنا بهالبرد والثلج بنوب. اطمني خالتي، يعني لو مراد بيجي، بس حياة ما أنا ساكنة هون. مستحيل، أنا ما بصدق دعسات الطين يلي برا. شو تفسيرها لكان؟ بدكن جننوني مو عارفانين كيف تضربوا. شفتي شي؟ يه 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 يه، شو هاد؟ لك مين داعس هون يا ترى؟ هي دعسات زلم. نحن لازم نعرف مين عم يفوت لعنا على البلكون. ايه وشو طلع معكن؟ شفتوا مصايبكم لوين عم تودينا؟ بدي افهم شو اخرتها معكم انتو. امسكي لشوف، ما بدي اشوفك واقفه هيك. بدي البلكون عم يلمع لمع، فهمتوا؟ انا فايتي ارتاح. نحن مننظف ما عندنا مشكله خالي امينه، بس ما بنعرف مين داعس هون. مين ما كان يكون، نظفوا منيح وبس. شو هالعقوبه بهالبرد؟ صباح الخير. خير ان شاء الله. ليش جاي هلا؟ يلا حلي من هون. انت شلون بتحكي معي بهي الطريقه؟ والله شو، طيب ليش جاي بعد هيك؟ انت ممنوع تفوت لهون، يلا لبرا. بس لحظه، من مين هي الاوامر؟ مني، ما عجبك؟ بدي اشوف مراد بيك. انت ممنوع تفوت على الشركه، ومراد بيك مانو هون. معناها رح شوف نوران خانو. طلع لبرا، خلصني. يلا 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 على السريع، بسرعه احيط. بس تذكر رح نتواجه قريبا. يا لطيف. عم يخوفني هذا الأجدب. شكرا كثير لك دكتور على كل شيء، وبعتذر منك على اللي صار امبارح. لا لا ولا يهمك، المهم تراجعني بعد فترة من شان صحة حياة. معافاه ان شاء الله. شكرا لك. انت عم تمزح؟ يا شو بدي امزح يعني؟ لا ما عم بمزح. شو؟ كأنك لابس متي ولا انا هيك شايف؟ هذا مو ذوقي، امي اللي اختارته. رفقاتي بيحبوا اواعيه كثير. انت متضايق من شيء؟
ايه متضايق. تخانقت مع رفيقتي اليوم. كذاب، عندك رفيقة كمان؟ ايه عندي. وشو عملت؟ شافتني مع وحدة، قامت عصبت، تخانقنا انا وياها، قامت عضتني بايدي. ربيتها شو قوية، وأمي كتير متضايقة منها. العمى شو ها؟ شو هالجيل يا لطيف؟ كل البنات بيعضوا على فكرة. طيب وهي ليش عضتها؟ شو بده يكون؟ غيرة بنات طبعاً. ايه أكيد. ايه لا، هاي مجنونة، لازم تفهم قبل ما تساوي هيك. يعني بفهم منك إنها عنيدة. مزبوط عنيدة، بس ضحكتها بتاخد العقل، وأنا بحب غمازاتها كتير وقت تضحك. غمازات؟ ورفيقتي عندها غمازات كمان؟ دخلك شو اسمها رفيقتك؟ قلي. آيات. مو معقول الشبه بيناتهم شو كبير، حتى أسمائهم مثل بعض. يمكن القدر هو السبب. ما تاخد؟ بشرب. قلبي واجعني كتير بصراحة. حاسس فيه، وبس تكبر كمان شوي رح تتعذب أكتر. انسى. إن شاء الله ابني ما عذب حضرتك. لك لا، شو هالحكي، كنا عم نشكي همومنا لبعض. منيح. يلا يا روحي. جاهزة؟ أنا خلصت. ايه لوين بدنا نروح؟ احذري لوين، انا رح وصلك على البيت هلا فورا، ومن هنيك بدي روح على الشركه. لا تروح على الشركه، يعني مشان ما تتركني لحالي. كنت عم فكر بشغله، شو رايك انه تاخذ اجازه يومين ونسافر برات البلد؟ ما عندي مانع، بس استني للطيبه. انا صرت منيحه والله، منيحه ومثل القرده كمان. لك انتي مو من شوي قلتيلي انه ما عم تقدري تتنفسي منيح؟ وهلأ تحسنت وصرت منيحة. بس لحظة. اهلين تالا، كنت رح اتصل فيكي هلأ، أجليلي المواعيد، بدي اطلع فترة لبرات البلد. مراد بيك، انت لازم تجي على الشركة فورا، اجا محامي لهون وقاعد عم يحكي شغلات بخصوص الاسهم. شوفي ما في شي. شو بنعمل، منخليه يستنى؟ طيب يستنى، يلا جاي فورا. ممكن تقلي شو في مراد؟ ما في شي مهم حبيبتي، يلا تعي. يلا حبيبتي، هاتي ايدك. تعالى بسرعة خدي القهوة للمحامي. ماشي، أنا خبرته لمراد بيك وهو جاي. شو؟ ليش اتصلتي فيه؟ ايه مشان يجي، زلمة ناطر بالمكتب. تصرفك هذا مانو صح، وكان المفروض تقولي قبل ما تتصلي فيه. ايه بس طريت. لك غبية. تعرفي أمينة اللي عم بيصير حوالينا بهالفترة هي ما بيتصدق بالمرة. خلصنا من قصة حياة ومشاكلها الكتيرة، اجتنا مشكلة كريمة خانم وعمك. مزبوط كلامك والله، وأنا من امبارح خايفة على صحة عمي حكمت، الرجال ما عم يطلع من قطه أبدا. أمينة هو وينه لهلا؟ والله ما في بالعادة يضل نايم. ايه مزبوط شو؟ والله فادية، معقول يكون صار له شيء؟ أنا قايمة اطمن عليه. يلا لك استعجلي. عمي أنت لساتك نايم؟ لا لا لا، ما في حدا ومرتب تخته كمان. وش أنت قايم أنا هون؟ يا ربي، أخ يا ربي، وينك عمي؟ لك وين راحت؟ يا ربي. أنا منيح وما حدا يخاف علي، بدي ريح راسي بس كم يوم. أمينة لا تطبخي سمك وتعزبي لخالد المسكين على الفاضي، أنا مطمن كتير عليك، أكيد حياة ما رح تتركك بالمرة، وصهرك مراد كمان ما رح يتركك بنوم. كوني منيحة ولا تزعلي كرمالي. ملاحظة، لا تفكري إني ما رح أرجع على هذا البيت،
كل يومين بس وبتلاقوني اجيت. اخ يا ربي اخ، معقول هذا الرجال لك ليش سوى هيك؟ اخ يا ربي دخيلك اخ، اخ منك يا عمي اخ. شفتي يا فادية شو صار؟ نحن ليش هيك عم يصير معنا دائما ليش؟ شوفي احكي امينة. اخ طلع عمي من البيت وترك رسالة وما بعرف وين. ما قلت لك؟ خير ان شاء الله. مين ها؟ لك يمكن همي. ردي ردي بسرعة يلا ردي. ألو مين؟ مين خالد؟ خير إن شاء الله. لك أنت ليش عم تتصل لهون هلأ؟ ليش شو صار؟ ما فهمت عليك. كيف يعني احترق بيت الجبل؟ كيف؟ عمي راح على بيت الجبل، يعني هلأ هو بخطر؟ يعني حياة كانت على أنا بالحريق. لا يا ربي الله يعيني على هالمصيبة. أنا هلأ بدي بنتي. لك أنا قلبي كان حاسسني إنه ما أنا منيحة. إيه؟ لك أمينة أمينة، لك أمينة قومي. أمينة أمينة ردي علي. أمينة يا ربي شو صار لهي؟ لك أمينة ردي علي. أمينة أصحي. تفضلي. بتعرفي حياة؟ مو حابب جيتك اليوم على الشركة نهائيا. كيف يعني؟ معقول اتركك لحالك؟ انتي لازم ترتاحي. حاج تحكي هلأ بتتأخر، محامي ناطرنا فوق. يلا فوتي قدامي عنيدة. اسمعني يا بيك، نحن ما عنا خبر بالبيع ابنه. أنور بيك لو سمحت يا ريت إنك تكون منطقي وما تظلمنا. لك أبي ما بيبيع أسهمه بالمرة. إذا بتريد روق بيبي. شبكي نوران، عاجبك الحكي بهالطريقة هي؟ يعني بترجاك روق. أنور بيك شوف المستندات، فيك تتأكد كل شيء حسب القانون. أنور ليش صوتكم واصل لبرا؟ والله منيح إنك إجيت. شو المشكلة؟ عم بيقول إنه البابا بايع أسهم من الشركة تبعنا ولحدا ما بنعرف مين هو. تفضل. لو سمحت مشان تتأكد مراد بيك شوف المستندات. معقول هذا الحكي؟ مستحيل، قانونيا مو ممكن هالشي. بدون ما يسألنا ما بيقدر يتصرف بالأسهم نهائيا. بظن إنه مهند بيك مسؤول عن هاي القصة، ما كفى نهب بالشركة وهلأ عم يكمل. يمكن عامل وكالة العمار مشان يتصرف بكل شي. هذا الحكي مستحيل يكون صحيح. اهدوا شوي لنسمع. مراد بيك البيع تم بموافقة أبوه، كل شيء موثق هون. لك أنت عم تمزح ولا عم تحكي عن جد؟ أنا بظن إنه في لعبة كتير كبيرة ولازم نوقفهم عن تحدهم. أنور. أنور مراد معلش تروق شوي؟ هلأ أول شيء لازم نفهم ليش عزت بيك باع أسهم الشركة. آخ راسي رح ينفجر. أهلين ماما. إيه حياة؟ لك أنت بدك موتيني ومانك عرفانة كيف؟ شوفي ليش؟ احكي يلا. أنت شو صاير معك؟ لا تخبي علي. فادية شديها شديها شوي للعصبة، حاسة إنه راسي رح يطير من محله. يا أمي أنا منيحة، بس أنت مين خبرك بالقصة؟ ليك نهاية عم بحكي معك، يعني ما فيني شي. كيف يعني ما فيك شي؟ الدكتور قال لك شي خطير وما بدك تحكي لي يا مو هيك يا عمري؟ لك شو هالحكي؟ الدكتور طمنه لمراد، يعني ما في شي بخوف. طيب وأنت وينك هلا؟ هلا رايحة على البيت. ألو. ما صدقتني وسكرت بوشي الخط، عن جد مو طبيعية. أنا برأيي إذا منحط شاشة التلفزيون هون بيكون أحلى بكتير. عندك موديلات للشاشات؟ طبعاً عنا أختي. ليكي هلأ منحط هدول اللوحات هون وبالنص منحط شاشة 66 بوصة. بتحبي ورجيكي الموديلات؟ إيه ورجيني. جيب الموديلات يا أبني. شو عم يصير هون؟ مين هدول الجماعة؟ أنا قررت إني بدل هالعفش اللي ما في ذوق بالمرة داليا خانم، حابة أجيب عفش تاني. بس نحنا ما صلنا زمان مغيرين العفش ليلى خانم، وإنتي ما فيكي تعملي اللي بدك إياه. نحنا آسفين وشكراً كتير لذوقك، رح نفكر بالموضوع ونرد لكم خبر إذا ممكن. مثل ما بتحبوا، خود العدة يا أبني. يمكن إنتي مخك ما عم بيساعدك، ما عم تستوعبي. بس أنا مريضة ولهيك ما عم بستوعب، يعني بفوت الحكي من هاي الإذن وبيطلع من هاي الإذن فوراً وبنسى شو بتقولي. اتركيني من حركات النسيان تبعك، لأنه انكشفتي على حقيقتك، يعني عرفت شو عم بتخبي. شو اللي عرفتيه داليا؟ أحكي. شايفة هالحي اللي قدامي؟ مو نسيان بنوب أي شي، والحركات اللي عم تعملها قدامنا كانت كلها كذب.
مريضة نفسيا ومجنونة كمان. ضحكتيني كريمة خانم، بتعرف قبلك وساكتة على كل شيء. معقول اللي سمعته؟ تعرفي وما بتقولي؟ لك قليلي، هي بشو مأسرة عليكي؟ بس بدي أفهم، المفروض تكوني غير هيك. أنا عن جد متفاجئة بالشي اللي عملتيه. يا داليا اسمعيني، شو ناوية تعملي؟ رح تحبسيني بغرفتي ولا رح تشكيني لمراد؟ يلا بسرعة روحي احكي له. بس بوعدك إذا حكيتي أنا كمان ما رح أسكت، ورح أحكي كل شي عملوا معي كريمة خانم وابنه، وماني خايفة لا منك ولا من غيرك. ليلى عيب، وقتها صدقوني مو بس كريمة خانم رح تخسر، ممكن كمان مراد بهي الحالة يخسر أكتر واحد. كريمة خانم سمعتيها شو قالي؟ يعني رح تسمحي لها بهالسهولة تخرب كل شي بنيتي انتي؟ أنا مربطين إيدي ما عم بعرف أعمل شي. تصطفل خليها تساوي اللي بدها إياه. لك ما بقى فيني اتحمل ابدا، هالمره مجنونه راح تخرب لنا حياتنا. الله يبعد الشر عن هالبيت يا رب. اوف كيفك هلا؟ خلص يا روحي، أنا هون وما رح أتركك. بعرف إنه الوضع صعب، بس أنا دائما معك. قلي ليش عم تضحك؟ عم شوف هالساعة اللي بابا هدانية، وقت أعطاني إياها قال لي شغلة، إنه بهالزمن ما لازم توثق حتى بأبوك اللي رباك. تخيلي، فكرت كتير بهالحكي هاد وتفاجأت ليش حكا. اسمعني مراد، أنا بوثق فيك كتير، أنت قد وقدود، لا تخاف. رح كون منيح لأنه عندي مبرر. أنا يعني؟ إيه أنت بتحبني ما؟ إيه بحبك، وبحب هالدنيا حياة لأنه أنت موجودة فيها. أنا محظوظ فيك كتير، أنت عمري وروحي، وبلاكي هالحياة ما إلها طعم. خجلتني. بتعرفي حياة لو صار لك شي مبارح؟ ما كان رح يضل قيمة لأي شي بملكه. والله اللي صار كان حبيبتي. خلص لا تقولي شي، أنت غلطتي معي وأنا عصبت شوي منك. معلش ما نحكي بالموضوع؟ أحسن شي تضميني. مراد؟ ليش رجعت لهونيك؟ لأني سمعت صوتك. سمعت صوتي؟ شلون يعني؟ بس أنا ما صرخت، أنا كنت واقعة ودايخة وما كان طالع صوتي بالمرة، وأنت كنت كتير بعيد. ومع هيك سمعت، لأنك كنتي بحاجتي. ولسه بحاجتك. أنا رجعت لكون معك، ما بدي تحتاجيني بيوم وما تلاقيني عطول جنبك. قلبي رح يضل يسمع صوتك بكل مكان. بس هلأ في شي لازم تعرفه. خير شو في أحكي؟ لازم نرجع على البيت، أمي صار عندها خبر بالحريق. أوه يلا. كرم اسمعني، أنا كتير خايفة ومرعوبة من يلي اسمه عمار. هو شو قال لك؟ بس طمني. والله ما قال شي، قال بس بده يشوفه لمراد. ليش هيك عم بيساوي؟ لازم حط حد لهذا التافه. نوران خانم،
أنا بصراحة خايف كتير، عمار في شي براسه وأنا متأكد. كرم، أنا كمان خايف كتير منه، مبارح حكى كلام غريب كتير وبيخوف. ليش شو حكى؟ لك قصة الأسهم يلي انباعت، خايفة يكون هو يلي اشتراها. لك شو هالحكي هاد؟ مستحيل، انت أكيد عم تمزحي، يعني ننو المصاري هاد؟ لك انت مجنون، أبو صاحب نفوذ وغني كتير، إذا بدك بيشتري الشركة كلها لهالدرجة؟ بس يا خوفي يكون اشتراها ومش الحال كرم. الله عليك يا نوران خانم، ضحكتيني. لك شبك الجنة المخلوقة، يعني أكيد عم تمزحي أنت صح؟ السمسار عم يدق. السمسار. ألو عمي برهان، دبرت لي البيت؟ والله إنك أحلى زلمة. أكيد ما اشتراها، إن شاء الله ما يصير هيك. هالشي مستحيل يصير. أوف أوف، عم شقبي. أهلين أمينة خانم. مو عيب ما تحكولي، ليش خبيت علي؟ والله عيب ما تحكولي هالشي. لك بنتي كانت تحت تحترق وأنا ما بعرف شي بالمرة عنها. اهدي أمينة، شوفي ما فهمت عليكي، شو صاير مع حياة؟ بنتي المسكينة ما شافت يوم مثل الخلق وكانت احترقت. شو عم تقولي أمينة خانم؟ ليش شو صاير مع حياة؟ صاير معها شي مو منيح؟ احكي لا تخبي علي. وعندي حالك مدريان بنوب؟ لك حتى عمي حكمت من وراكي، ترك البيت ومشي. اخ لك أمينة شو عم تساوي؟ جلطتي يلا المخلوقة، خلص بقى اهدي. عمي تركنا وراح على بيت الجبل، قامت حياة خافت عليه، لحقته وعلقت بالحريقة هنيك. خلاص كيف؟ حريقة كمان؟ لك يا مصيبتي، وين موبايلي؟ وين خلص وينه هاد؟ لك جيبوا لي موبايلي. ما يلا ما في شي بيخوف، خلص اهدي، يلي صار صار، الحمد لله هنن مناح. طمن. الحمد لله وضعهم منيح وصحتهم كمان منيحة، بس عمي ترك البيت، هالشي برأيك بسبب مين؟ لك انت ليش عملتي هيك فينا؟ بس بدي افهم ليش. امينه خانم انا والله مو قصدي يصير معنا هيك. لك اذا مو بقصدك وهيك صار معنا. حياتي يا أمي. انت منيحه مو هيك؟ انا قلت لك اني منيحه الحمد لله يا ربي. بنتي اسمع مراد، اذا بيصير شيء لبنتي انت اللي بتتحاسب. انا انت انت شلون بيصير حريق مع بنتي وانا ما بدرفي اقول؟ القصة مرقت على خير، ما في داعي للخوف. وانت كيف بتتركها وبتخليها لحالها؟ مستحيل اتركها، انا معها دائما. شوف مراد، انت جوزها ومسؤول عنها وما بصير تتركها لحالها هيك. خلاص امي شبك، انا منيحه، مراد اللي انقذني من الحريق واسعفني، ولولا هيك انا كنت رح اموت. انا منيحه هلا، يعني مالك شايفه بعيونك اني منيحه؟ ايه بلا شايفي، انت دافع عنه لجوزك. يلا خليكي بتلهب لخليكي. مراد بدي افهم كيف بصير هيك شيء مع حياته وما حدا بيخبرني. ما كان بدي انشغل بالك، القصة مرقت على خير، خلصنا. اها قلت لي انها مرقت. لك عمي ترك البيت وما بنعرف وين بيكون هلا. كيف يعني؟ احكي ليش راح جدي؟ ما بنعرف يا روحي، ونحن كمان مستغربين. ترك رسالة وقريتها قبل ما اجي، عم يقول فيها انه رجعته على البيت راح تكون قريبة كتير. ما بعرف صراحة شو كان قاصد بهالشيء. Aşk laftananlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet yolunda. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli.
عشق لفتنا لما